هوية بريس نحو إعلام هادف. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة أنا فوجئنا بالخبر ديال الزلزال الذي أصاب مدن المغربية، خصوصا إقليم الحوز، إقليم تارودانت وبعض المناطق كذلك الأخرى. فوجئنا بالوفاة والبيوت التي هدمت بسبب هذا الزلزال، فأنا أقول بأن هذه من أقدار الله سبحانه وتعالى. نقول قدر الله وما شاء فعل، والإنسان المؤمن يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، خيره وشره. ثانيا، هذه مواساة لإخواني الذين ماتوا والذين جرحوا والعائلات ديالهم كذلك، فنسأل الله عز وجل أن يعوضهم وأن يرحم موتاهم وأن يرزقهم الثبات، فهذه مواساة لهم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين في أي مكان في العالم، وتتضافر الجهود من أجل يعني إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومن أجل يعني إدخال الطمأنينة وبث يعني روح المحبة والمودة بين المسلمين، فتعاطفوا وتعاونوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فتعاون جزاكم الله خيرا بالأطعمة والشراب والأغطية والخيام، وكذلك يعني كل من استطاع أن يفعل شيئا فليفعله، فهذا وقت العمل وليس وقت الجدال وكذا والكلام والخصام. فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم وأن يشفي مرضانا ومرضاكم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فقد فوجئنا ليلة البارحة بزلزال كبير ضرب جانبا كبيرا من المملكة المغربية، وبالذات إقليم الحوز والأقاليم القريبة والمجاورة. وقد تأثرنا كما تأثر لا أقول المغاربة فقط بل المسلمون جميعا لهذا المصاب. ونحن عباد الله عز وجل لا نملك عند المصاب إلا أن نحمده ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ونعزي أهل الأموات الذين توفوا وقضوا، ونسأل الله عز وجل أن يكتبهم في الشهداء. فإن النبي قد أخبرنا أن من مات بالهدم فهو شهيد، فنرجو الله عز وجل أن يرزقهم الشهادة وأن يكتبهم في عداد أهلها، كما ندعو للمرضى بالشفاء العاجل. ونسأل الله عز وجل أن يخفف على من لا يزالون إلى حدود الساعة تحت الأنقاض وتحت الجدران وتحت الإسمنت وما إلى ذلك، فأسأل الله أن يخفف عنهم وأن ييسر الوصول إليهم. ونحن في نهاية المطاف ينبغي أن نستحضر أن الله عز وجل إذا كتب الأجل فإنه يقضيه ويقدره في الوقت الذي يشاءه سبحانه وتعالى. ليس الموت بالزلزال ولا بالحادثة، وإنما من جاء أجله فإن الله عز وجل يكتب عليه الموت. ولا ينبغي أن نحزن كثيرا، بل نصبر ونحتسب، والعاقبة للصابرين. ونرجو ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المصاب رفعة لكل من أصيب به من قريب أو حبيب أو صديق أو ما إلى ذلك. وندعو المسلمين في المغرب، ندعو عموم المغاربة إلى التكافل مع إخوانهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلننشغل بالدعاء للموتى بالرحمة وللمرضى بالشفاء، ونكف عن الجدال وعن القيل وعن القال، ولنشتغل بما هو عملي وما هو نافع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء نقول ما أمرنا به ربنا عز وجل في مثل هذه الأوقات العصيبة. قال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن نقول ما أمرنا به ربنا: إنا لله وإنا إليه راجعون. مسألة الزلزال أو الفيضان أو الجائحة أو الجفاف أو شيء من هذا القبيل، هذه كلها أمور من قدر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعلنا في هذه الدنيا في حالة الابتلاء. يعني منا من يبتلى بالضراء، ومنا من يبتلى أيضا بالسراء. فنحن مأمورون بالصبر عند البلاء وبالشكر عند العطاء وبالرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. والناس ستعرف أن قلوبنا جميعا معهم، ودعاءنا يرفع لهم،
ونقول للناس يعني اللي تصابوا بشكل مباشر، احنا راه كنا مصابين في هذا المصاب، لكن الناس اللي تصابوا بشكل مباشر، ربما اللي فقدوا البيوت ديالهم، ربما اللي فقدوا المال ديالهم، ربما اللي فقدوا الإخوة والأخوات والأزواج والأولاد، ومنهم من كلم في طلبته وتلامذته، ومنهم من كلم في أستاذه الذي يدرسه وأستاذته. فنقول لهم جميعا أجارنا الله وإياكم في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتكاثف ونقول للناس راه ليس قلوب المغاربة فقط معكم، هذا من الأمور التي يحيي بها الله عز وجل مبدأ الأمة، المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كلهم مع المنكوبين في المناطق التي أصيبت بهذا الزلزال. يعني الأمة الحمد لله راها بخير، نطلب فقط من الناس أن يكونوا عمليين. الوقت الآن ليس للجدال، الوقت الآن ليس للتبخيس ولا للتنقيس، الوقت الآن ليس للمز ولا للغمز، الوقت الآن ليس لمحاولة يعني الاسترزاق بهذه المصائب، الوقت الآن لتكاثف الجهود ولتضافر الجهود. اللي قدر ينفع الأخ ديالو ولا الأخ ديالو بشي حاجة ينفع. الناس محتاجين كل ما يمكن أن تتخيله، الناس في ذلك المناطق المنكوبة محتاجة إليه. فاللي عرف وسيلة ولا طريقة باش يقدر يعاون هذوك الناس ومشي وقف معاهم، يمد لهم يد المساعدة، يدل مثلا أهل الخير والفضل، يدلهم على الناس اللي قدروا يوصلوا لهم هذا الخير هذا، فلا تبخلوا على إخوانكم وأبشروا إن شاء الله تعالى يعني الضراء إلى زوال، والله سبحانه وتعالى مخلف لعباده ما ابتلاهم به إنهم صبروا وأدوا حق الله عز وجل عليهم. وأخيرا نقول ما ابتدأنا به، إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوية برنس، نحو إعلام هادف.